نروح بقى معاكم دلوقتي للدارسين المشاركين في برنامج الإدارة الرياضية القائم بين النادي الأهلي وبين الجامعة الأمريكية بالقاهرة. امبارح نفذوا جزء من هذا التدريب العملي الخاص بالبرنامج من خلال زيارتهم لمقر النادي اللي قابلوا من خلالها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشوية تفاصيل كده نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. اتفضل. مسؤولية النادي الأهلي اتجاه مجتمعه نفسه، يعني ودي واحدة من المسؤوليات الضخمة. أي نادي كبير بحجم النادي الأهلي في القارة الأفريقية أو في العالم لازم يكون هو كمان قادر ينخرط في مسؤوليته تجاه المجتمع اللي هو بيعيش فيه. عندنا افتتاح 3 صالات في الشيخ زايد. أحد المشاكل يعني إيه مسؤولية مجتمعية ببساطة كده، دايماً إحنا بنبص على الجانب ده بشوية يعني ببساطة، لكن هو جانب معقد جداً، والنادي الأهلي في الحقيقة على مدار تاريخه بيقوم بيه بدور مميز. إحنا فكرة المعايشة عندنا موجودة، بنعملها بقالنا 2 سنين دلوقتي في الإدارة عندي بالذات، يعني حد بعرفش الإعلام عندهم القصة دي ولا لأ، بس عندي موجودة برضو. فممكن برضو نفس الكلام مع السي فيز اللي اتبعت على الإدارة عندنا، هنتكلم مع النادي ومع مجلس الإدارة ومع الشركة إن مع الجامعة كمان، إن إحنا يكون في برايورتي ليكو في المعايشات، بس كل حد يقعد أسبوعين يبقى في كذا إدارة تعرف بس ماشي إزاي. إحنا بنكمل بقية الخطوات بتاعة الدبلومة الرياضية اللي الأهلي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إحنا بنكمل الخطوة الأخرانية إن إحنا بنعمل لكل الطلبة اللي قدموا وخدوا الكورس ده، إن إحنا بيجوا النادي الأهلي بيبقى يوم في محاضرة، المحاضرة دي عبارة عن الإدارة التنفيذية ممثلة في دكتور سعد شلبي، بيدي فكرة عامة عن النادي ماشي إزاي بالإدارة التنفيذية والتنسيق مع مجلس الإدارة بيكون إزاي. الحاجة التانية في إدارة ممثلة، إدارة التسويق ممثلة الكابتن أمير توفيق، وكمان إدارة التعاقدات مع أمير توفيق، وإدارة الإعلام ممثلة مع أستاذ أحمد أبو طالب النهاردة الممثل عن أستاذ جمال جبر. فإحنا بنتكلم بالضبط الإدارات دي إيه بتعمل إيه وإيه دورها في النادي وإيه الفايلات اللي هي شغال عليها وإيه الريسبونسبيليتيز والمهام والمسؤوليات اللي هي بتكون بتعملها، عشان ندي الطلبة أوفر فيو كده والنادي بيعمل إيه. طبعا لما نستفاد من حاجة أكاديميكلي، لما ما بنبقاش عارفين قوي الإكزامبلز، فلما جينا النهاردة عرفنا أكتر اللي إحنا أخدناه أكاديميكلي بيفيدنا إزاي، وهنحتاج نعرف إيه أكتر عشان لما نيجي نشتغل نبقى معانا ريل لايف إكسبيرينس مع الأكاديميكس اللي إحنا أخذنا. انا كنت فاكره في الاول ان اكاديميكلي كل حاجه لما بناخدها هتبقى نفس الحاجه في الحقيقه، بس من الكونفرسيشنز اقتنعت انه لسه في حاجات كتير قوي ممكن نعرفها، وان احنا مش محتاجين بس دبلوماز او ام بي ايز او حاجه، محتاجين برضو الاكسبيرينس وري لايف. يعني ممكن حتى ناس اتكلمت في ان يبقى في فتره معايشه لينا في المكاتب ونعرف اكتر اللي بيحصل على ارض الواقع عشان نعرف بعد كده نطبقه احسن.